صباح الخير لك المشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير وراحة البال والرزق لكل الناس، ويا رب إن شاء الله تكون دائما أمانينا محققة مع هالمطرات الحلوة. يعني بلشنا رشا، نقول إنه فتنا بلشنا الجد، بلشنا الجد، فتنا رسميا بفصل الشتاء. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين، وصباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. كانت مطرة حلوة، كانت قوية، صح؟ بدنا نقول يا رب هذا المطر يغسل قلوبنا ويكون هيك بداية خير علينا ورزق كثير وتتحقق أمانينا، ويكون هاي الشتوية هيك خفيفة نفسيا اقتصاديا وحتى يعني بالخدمات. خلينا نقول صباح الخير لكم، رحلتنا الصباحية بلشت معكم. خلونا نروح لفاصل ونكون بأول فقرات صباحنا لليوم. وبأولى محطاتنا الصباحية حنروح لتقرير من دار الأسد للثقافة والفنون، التي استضافت أمسية أحيتها أوركسترا الكريملين الحكومية بمشاركة فنانين من روسيا برعاية وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع إدارة الشؤون الرئاسية الروسية. هنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. حفل موسيقي من فرقة سيمفونية روسية، هي فرقة رئاسية،
ومعها مجموعة من المغنين يلي بيغنوا أغاني شعبية، ومثل ما شفتوا قبل شوي عملوا جو بدار الأوبرا دار الأسد للثقافة وكان كتير حلو. والحقيقة هن طلبوا أنه أي غنية بدكم إياها هلأ منغنيها، فطلبنا الغنية الشعبية كتير مشهورة وغنوها وكانوا متألقين. المناسبة هي مناسبة صداقة، مناسبة تعاون. يا ديريكتور تيليكومباني، انا مديرة قناة كولتورا يلي نحن عن طريقنا صورنا 5 افلام بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية والروسية. صورنا 5 افلام عن التاريخ والثقافة والحضارة السورية يلي نحن انبهرنا فيهم بس اجينا وزرنا سوريا، ونحن حبينا نوصل رسالة حب وسلام الى جميع العالم ونفرج العالم كلياته كيف الشعب السوري متمسك بآثاره وتراثه وثقافته وعم بنقلها للأجداد اللي بعده، وهذا الشيء كان كتير مبهر لإلنا. ونحن لهيك حبينا نصور عن سوريا 5 أفلام، بس نحن للأسف ما فينا هلا نعرض غير مقتطفات صغيرة من هاي الأفلام، وإن شاء الله أتمنى تنال إعجابكم. وإلى اللاذقية، حيث أقيم ريتسيتال في كنيسة مار أندراوس باللاذقية بمناسبة تنصيب نيافة المطران مار بطرس قصيص مطرانا لأبرشية حلب واللاذقية وتوابعها للسريان الأرثوذكس. التفاصيل بالتقرير التالي. ترانيم دينية تملأ المكان هنا في كنيسة مار أندراوس باللاذقية ضمن حفل تنصيب نيافة المطران مار بطرس قسيس مطرانا لأبرشية حلب واللاذقية وتوابعها للسريان الأرثوذكس. أتينا اليوم من حلب حتى نقيم القداس إلهي مع أبناء شعبنا السرياني ونفرح معهم هالفرحة الروحية، وإن شاء الله وعدناهم بعمل وخدمة مباركة بوجودهم معنا بمحبتهم لألنا، بوجود طبعا المطارنة السادة الأساقفة وكيل قيادات مدينة اللاذقية المباركة. فرح كبير لأن الطائفة أيضا عم تخدم شعبها حيث وجد، واليوم صلينا من أجل كل العالم وخاصة من أجل بلدنا، من أجل سلامه وخلاصه من الأزمات والضيقات وانقضاء الحرب اللي مرت علينا. نتطلع على انه فعلا نشتغل مع بعض لخدمه الشعب السوري ومسيحيينا في اللاذقيه، ويكون في تبادل خدمات ومساعدات مع بعض. عم نحتفل بقدوم سيدنا بطرس قسيس بعد ما تم تنصيبه في ابرشيه حلب ليكون هو قاعد على كرسي الابرشيه، وهذا يوم كثير مميز بالنسبه لنا، ونحن بنبارك له وبنبارك لنفسنا بنفس الوقت. فرحتنا ما بنعطي لحدا، صرنا نحن اثبتنا وجود بمدة قصيرة، وهلا صار عندنا مطران اصيل. ان شاء الله بكره بصير كنيستنا كمان جاهزه نستقبل العالم. نحن كلتنا طائفه واحده، ان كان الروم ان كان الموارنه، ولكن صار عندنا في خصوصيه خاصه، صار في عندنا مطران. هيك يوم حلو نحن ناطرينه كثير من زمان، هو تنصيب سيدنا بطرس قسيس لهالرعيه اللي هو تعب كثير معنا. نحن قلنا اسبوع او 10 ايام عم نحضر لاستقباله، وان شاء الله يكون الاستقبال يليق فيه. يعتبر الحفل بمثابة انتقال إلى مرحلة جديدة بعد سنوات من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها صاحب النيافة المطران مار بطرس قسيس خلال خدماته السابقة.
نرمين دائما نحن حريصين ضمن صباحاتنا نضل نضوي على موضوع الحرف التراثية ونحكي دائما قد ايه اليوم مهم انه نحافظ عليها برغم هذا التطور ورغم العمران ورغم الحداثة. صحيح رشا، ومو بس نحافظ عليها، دائما لما عم يجي او العنوان انه نحن نحافظ عليها عم يكون عم ينطرح موضوع التجديد. صحيح. قديش نحن فينا نحافظ على هذا التراث وعلى الحرف اللي موجودة ونجدد عليها. اليوم وضمن أول صباحاتنا وضمن فقرتنا الأولى رح يكون ضيفنا لليوم الأستاذ عدنان تنبكجي شيخ كار الفنون النحاسية والتشكيلية. رح نحكي اليوم عن المؤتمر الحداثة والتجديد في التراث العربي اللي انطلق نهار الأحد الماضي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. هذا المؤتمر ضمن عدد من الفعاليات، وكان في ضمن المؤتمر معرض شامل لعشرات من الحرف التقليدية. رح نحكي أكثر مع ضيفنا عن المؤتمر، عن الإقبال، وعن موضوع الحداثة ضمن التراث السوري. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما ننتقل أو نحكي بموضوع تكريم حضرتك، خلينا نعرف أكثر المشاهدين عن هذا المؤتمر، عن فكرته وعن الجديد اللي حمله. يسعد صباحك. طبعا هون حضرتك عم تحكي كصفتك مشارك. إيه كمشارك. طبعا. أنا لست منظم. طبعا برعاية جامعة دمشق بالتشارك مع اتحاد كتاب العرب واتحاد العام للحرفيين، أقيم هذا المعرض ب 16/10 بجامعة دمشق بكلية الآداب. كلية الآداب، وكان المفروض انه يضل يوم 20 الشهر، نظرا للإقبال الشديد اليوم آخر يوم مددونا اياه لهذا اليوم. الحمد لله كان إقبال جيد جدا، واليوم ان شاء الله وختامه مسك. نتشكر الرفيق خالد الحلبوني رئيس جامعة دمشق، الرفيق خالد الحلبوني وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة دمشق، والدكتور كمان رئيس جامعة دمشق محمد أسامة جبان، والسيد رئيس اتحاد الكتاب العرب محمد الفوراني، والأستاذ ناجي الحضوي كمان رئيس اتحاد العام للحرفيين. وبشكر كل زملائنا الحرفيين على هذا المهرجان المعرض الرائع اللي بيكون فيه تعاون مشترك وفي ربط بين الجامعة وبين الحرفيين. الحقيقة إقبال كتير كبير، ومن خلال هذا المعرض كان في مهرجان مؤتمر بيوضح فيه الرؤية كيف آلية الربط بين شباب اليوم وبين الحرفيين. احنا بناخذ تبادل معلومات، يعني بنعطيهم احنا المعلومة العملية، واكيد راح نستفيد مثل ما بنفيد بالمعلومة العملية بنستفاد بالمعلومة العلمية من خلال الزوار، ممكن طبيب او دكتور جامعة او الزوار او الطلاب الجامعة. كمان عم يصير احنا مناقشات، بنتساءل كثير عن بعض الحرف اليدوية، كيف آلية العمل، شلون هي التحفة صارت. في بعض الحرف ما بتتبادل لذهنهم لطلاب الجامعة، نظرا لانه ما لهم متواجدين فيها، ما لهم يعني هن عم يزوروا الحرفيين. هذا المكان اللي احنا اجينا ضيوف لعندهم بهذا المكان تبعهم، هذا المكان المقدس، وعم نعرض فيها الحرف اليدوية تبعنا، وبصير مساءلات كثير حلوة وبننبسط احنا. وهيك التعليمات انه احنا ما نبخل بالمعلومة وقت احنا بنتساءل عليها ونحكيها ببساطة، وهن حيستوعبوها، واكيد راح نحن نستفيد بمعلوماتهم العملية. وهي نقطة كثير مهمة اليوم، جيلين في تبادل خبرات، اليوم عم نحكي طبعا بين جيلين، يعني بين حداثي وبين تراث، فكتير مهم اليوم تبادل الخبرات ان كان بالمؤتمرات ان كان بالمعارض. خلينا نحكي عن موضوع التكريم. اول شيء قد ايه بيعني لك بشكل شخصي اليوم وقت اللي انت بعد جهد وبعد تعب، ان كان بشكل عام، يعني اعمالك ما شاء الله عليك حاضن الدمر تشهد لك دائما بكل شيء عم تساوي. نحكي عن تكريمك كحرفي ضمن المؤتمر. والله تكريم انا بصراحه برفع راسي فيه، وبتمنى لكل زملائي الحرفيين ولكل مجتهد النصيب الحمد لله. هذا التكريم بيعني لي كثير، اول شيء مكان وقيمه المكان. انا تكرمت كثير، لكن هذا المكان اللي تكرمت فيه بجامعه دمشق على المدرج، مدرج جديد كمان افتتحوه بوجودنا بالمهرجان تبعنا، يعني شعور كثير كثير حلو. عم بتكرم قدام قامات وطنية وقامات كمان عربية، لأنه بهذا المؤتمر كمان إجانا من جامعة، من كل جامعات سوريا بالإضافة إلى جامعات من العراق ومن لبنان. بيعني لي أنه بيعطيني العزيمة على الاستمرار، بيعطيني أنه أنا أبذل جهد أكثر. هون مثل ما أنه الواحد تعب وأخذ حقه،
لذلك انه انا عم بيعطيني طاقات كثير حلوه. النجاح حلو والمحافظه على النجاح هو اصعب. صحيح. كثير صعب انه تحافظي على النجاح، لكن بالاصرار وبالعزيمه وبالتعاون، لانه الواحد لحاله ما بيقدر. نحن انا فريق عمل، بالتعاون عم نصل لاهدافنا والحمد لله. وبهذا المؤتمر حققت الاهداف المطلوبه الجامعه وكليه الاداب. نحن بنوجه الشكر الكبير للدكتور عمار النهار والباحث خالد فياض، اللي فعلا فعلا انا شفت شلون عم يسهروا الليالي على انجاح هي الفعاليه الكبيره. وكمان رئيس مدير كليه الاداب، كمان الاستاذ او الدكتور عدنان مسلم عميد الكليه، وعد انه هذا المهرجان يكون سنوي، ومو بس اعطانا هذا الانجاز او اعطانا مكرمه منه انه يكون سنوي، كمان اعطانا انه بيصير خلال فتره السنه بفترات متقطعه انه يصير مهرجانات مصغره او معارض مصغره، يعني في تخصص مثلا الموزايك بهذا الشهر، الشهر اللي بعده بالنحاسيات، وهكذا بتصير احياء للحرف التراثيه. الغايه من هذا المهرجان كمان الحفاظ على الحرف التراثيه من الاندثار، تسليط الضوء عليها من خلال طلاب الجامعه وطالبات الجامعه. ناخذ معلومات كثير منهم مهمه عمليه وعلميه، مثل ما قلت لك نحن بنتبادل الثقافات احنا وياهم، نشر الوعي الثقافي الحرفي بهذا الجيل اللي نحن الامل كله عليه. تمام. خلينا هيك نكون يعني اكثر باجواء المعرض ونحكي عن حاله التفاعل اللي ذكرتها حضرتك بينكم كحرفيين اليوم وبين الطلاب. نعرف احنا قديش دائما بالجامعه رغم أهمية المعلومات اللي يعني بناخدها، بس هي معلومات بتبقى أكاديمية أو نظرية. نعم. عندكم العملي كله عم بيكون، فخلينا نحكي عن حالة التفاعل. شو اللي لفتك أكثر شيء خلال أيام المعرض؟ صار موقف أو قصة معينة ممكن تذكر لنا إياها؟ والله أول بحكي لك طرفة إنه أنا عندي مراية، يعني صاروا يسموني بدل اسمي محل أو جناح أبو مراية فرضاً. هاي أنا بتضحكني لأنه في عندي هاي المراية بيجوا كثير بيتصوروا قدام الصبايا. أكيد أكيد مميزة، يعني اليوم لحتى نحن لقب معناتها في شيء مميز بالقصة. في شيء مميز، إيه. وبالإضافة إلى طقم سيف من الشطرنج وكرسيين كمان أنا أخذت عليهم جائزة الإبداع وحكينا عنهم هلا، لفتوا الأنظار. في عندنا كمان مواضيع جديدة، الأول حداثة. موضوع الحداثة طبعا خطوط حمراء على التراث السوري في الماضي، لكن في حداثة نحن بدنا نمشي ونعاصر موضوع الحداثة. في عنا ربط بين حرفتين وثلاثة مع بعضهم عم يكون هذا له توثيق. استفدنا انه نحن كل عمل لازم نوثقه سواء بالتصوير. التحية الكبيرة لكم كمان، انتم على طول مواكبينا بكل شيء نحن عم نساوي، يعني انتم لحالكم ما شاء الله الاخبارية السورية وكل القنوات وكل الاعلاميين عم يوثقونا عملنا، هذا دخل التاريخ العمل. يعني هون نحن بنطمئن، ما عاد في خوف على تراثنا المهدد بكثير من الحرف من الاندثار والانقراض. اليوم الجيل هذا وقت عم يحب هذا التراث وعم يصير آلية تعاون وبصير معارض وبصير دورات مكثفة، احنا ان شاء الله بنكون انه وصلت رسالتنا انه يكون موضوعنا بالحرف التراثيه بخير. طيب استاذ، اليوم يعني برايك الشخصي، اليوم نحن عم نحكي اليوم بشكل شخصي كحرفي وكمشارك وتم تكريمك ضمن المؤتمر، بشوف انه اليوم هدول المؤتمرات والمعارض هي كفيله لابقاء التراث السوري او لا نحن بحاجه لشيء اكثر من هدول القصص؟ الحقيقه هي لوحدها، يعني انا ما بيكفي انه انا صار المعرض، لكن انا بدي كمان شو الجديد؟ شو الجديد؟ كيف حافظت على الحرفه؟ كيف انا بدي واكب العصر؟ شو هو الحداثه اللي نحن عم تواكبنا؟ يعني احنا بدنا نضل محافظين على الماضي. طيب هيك مستوى شخصي اليوم كعدنان تنبكجي، اليوم انت كيف قادر تحافظ على هذا التراث؟ رقم واحد التعليم. وما نبخل باي سؤال، انا بيجوني على الورشه بتسال كثير اسئله وانا بجاوب بكل شفافيه، لانه انا بنبسط فيما بعد المعلومه هي وصلت لشخص ما وهو اوريدي ذكر اسمي، والله انا تعلمت من عدنان تنبكجي شيخ الكار بهي المعلومه، تنظيف النحاس مثلا، تنظيف التريا، كيف بدي حافظ على قطعه قديمه انا زهقان منها وبدي واكبها واعمل لها تحديث وخليها عندي مشان ما اخسر انا قيمتها الماديه والمعنويه. يعني هون نحن بنلعب دور كبير، وكمان موضوع التعليم عم نلعب دور. الجيل الجديد اليوم
بشجع على انه يتابع هذا التراث المجد، تراث الاباء والاجداد، لانه اذا عم نركض على الماده هذا الموضوع كمان مو بس نحن عمل وطني نابع فينا بالشرايين تبعنا، كمان بيعطيه ماده، وكلياتنا اليوم بحاجه انه نتابع الوضع الاقتصادي. الحرفه اليوم ما بتخلي ما في حرفي فقير بسوريا، الحرفي اليوم بايديه الحرير عم يكون غني بالمعنويات، غني بالعطاءات، غني بانه ياخذ كمان مردود مادي جيد على اي تحفه فنيه بيسويها. رغم كل التفاوت اليوم بالاسعار بالمواد الخام، هذا رايي الشخصي، الحرفي ما له فقير، عنده عطاءات مستمره ولازم تكون عنده امكانيات، لانه هي التحفه مطلوبه بسوريا وبرات سوريا، كل انواع الحرف اليدويه بسوريا مطلوبه عالميا. صحيح، وخصوصا لما نحكي نحن عن الحرفي السوري اللي معروف انه ايديه بتتقل بالذهب مثل ما بيقولوا، والقطع اللي بتطلع من تحت ايديه يعني هي بتكون تستاهل شو ما كان ثمنها، بتستاهل عالميه. صحيح. قطعه فنيه فعلا عالميه مطلوبه لحد الان بكل الظروف، يعني اكبر دليل احنا لا سمح الله بتعرفي في بعض الناس راحت ورشاتهم، عمروا ورشات جديده، بنوا ورشات جديده، هذا لانه عنده هون الكمبيوتر وايدي الحرير هن اللي لسه ما زالوا انه عم يعطوا ويعطوا، لسه عم يعطوا جديد بتاريخ الاصاله، بتاريخ القديم، بتاريخ المجد. بس من زمان نيرمين كان يقولوا ما في شيخ كارو بيعطي سره الكامل، صح او لا؟ هذا الحكي والله مو للكل، بس نحن التعليمات من الاستاذ ناجي الحضوي يعني انه لازم نعطي كل واحد عنده معلومة لازم يعطي ولازم يعلم، وما في شيء مخبى اليوم، يعني اليوم ما في معلومة تخبى. أنا بدي أزور عملي، طيب كيف هذا العمل صار؟ إذا أنا خبيت أنا ضريت نفسي، لكن القوي والمتمكن والحرف الشاطر بعطي كل المعلومات. شيء بيميز كل حدا عن حدا، شان التميز. برافو عليك، يعني هذا التميز، وقت غيري ساوى هاي القطعة وخلاص أنا في توثيق، اليوم عم نركض على التوثيق، رقم واحد مين ساوى القطعة كذا، هي التحفة ساواها فلان، زيد من الناس، إجا فلان قال له أنت ساوي أحسن، صير تنافس شريف ومضبوط. هلا هون دائما كمان بنحكي عن روح القطعة يلي بتكون، فهي أكيد يعني صعب استنساخها، يعني حتى لو تقلدت فبتكون أكيد فريدة. ذكرت خلال حديثك اليوم عن حرف سورية مهددة بالزوال إذا فينا نقول، خلينا نذكر شو هي أكثر الحرف اليوم يلي برأيك بدها رعاية، بدها اهتمام أكثر وتسليط الضوء عليها. هلا عنا بصراحة عم يكون تواجد خجول جدا لبعض الحرف، منها الموضوع البروكار والنور، النول، منها الحرير يعني كمان عم يكون خفيف، وفي عنا موضوع تكفيت النحاس، تكفيت النحاس كمان لازم يكون أقوى من هيك، وبده رعاية وبده دعم، وهذا القطعة الصغيرة أحيانا بتاخد مجهود فكري وعضلي نوعا ما بيستمر للقطعة ممكن شهر. عم نشوف نستعرض اليوم التكريم، وقلنا نحن اليوم قد هذا التكريم مهم، يعني مهم معنويا جدا، يعني مثل ما قلنا انت بتصير امام مسؤوليه لاكمال هي المسيره. اليوم بشكل عام شو الرساله اليوم انت دخلت فيها للمؤتمر وحابب انك اليوم هيك عن طريق شاشه الاخباريه تحكي عنها؟ الحقيقه اللي ساوته جامعه دمشق كليه الاداب حصرا او تحديدا عم يسمعوا عليه جامعات كثيره، جامعات كثيره، ما سبق انه في جامعات قبل هلا انه كرمت حرفي، على طول الحرفي يعني بكل دول العالم عم يكون مثلا هذا الانسان البسيط مبدع، بس ما عم يتواجد بمكان عملاق، مكان مثل جامعات انه يتكرم حرفي، صار بجامعه دمشق كليه الاداب. التكريم مثل ما قلنا انه كثير بيعني لي، صار عندي طاقة كثير حلوة ما بتتصوري قديش الواحد تعبان وبيكون بشوق مثلا واحد من ابنائه او صحيح. امه وابوه بعاد عنه ومغتربين واجا لقاهم، هذا التكريم عنالي كثير، انه انا صار عندي طاقات كثيرة، صار عندي اصرار وعزيمة على انه ساوي جديد بتاريخ قديم، تابع ما ابخل بالمعلومة، وانا على طول بطمح على انه ما بكتفي بهذا التكريم، كمان ان شاء الله الواحد اذا عنده طموح، لا وهيك الانسان السوري اساسا مو بس الحرفيين عنده طموح مستمر، عنده روحانيه بالتجدد، وان شاء الله يا رب بتكون معارض قادمه ننتقل احنا اساسا بالمعارض العالميه كمان ناخذ انجازات.
تمام. خلينا نحكي هيك ولو بالوقت المتبقي عن مشاريعكم المستقبلية اليوم، بعد كل خطوة بتصير، بعد كل تكريم بيصير، بعد كل معرض أو مؤتمر بتتولد أفكار جديدة. صحيح. لنحافظ أكثر على الحراف لحتى نفيد غيرنا، خلينا نحكي عليهم. هلا أنا بالنسبة لي كفريق عملي بوجه له كل التحية لكل أفراد الفريق، الأستاذ هيثم تنبرجي مهندس كمان مسؤول عن التصاميم، والفنان بسام تنبرجي وأخي هشام تنبرجي كمان. لحنا عنا جديد ما شاء الله العيلة كلها العيلة تقريبا كلهم بيحبوا، يعني منشجع بعض احيانا باخذ معلومه ناقصتني. شيوخ تكار كلهم هيك اليوم على نفس المستوى؟ لا مو شيوخ تكار. هلا المهندس هيثم بيفيدنا بموضوع التصاميم، بسام تنبكجي بالرسم، اخي كمان بموضوع تخصصات نعم. بهذا الفريق احيانا في تخصصات، احنا عده ورشات بتتجانس مع بعض البعض وتحاول تكون هذا المنتج. هل بيمر بمراحل كثيره؟ بكل معرض احنا بنقعد نعمل اجتماع مصغر، بنشجع بعضنا البعض، نحن نعرض صار هاي المعروضات بهي القطعة ودنا نعرضها بالمعرض القادم ولو كان قريب، لازم احنا نجدد او نساوي منتج جديد. الجديد بالموضوع انه نحن عم نشارك باكثر من عمل مع بعضنا البعض، مو شرط انا يكون عملي، يعني انا مثلا بالنح غير موضوع، هلا ساوينا براويز بين النحاس وادخال عليها موضوع قماش البروكار، كمان موضوع احياء البروكار، سوينا موضوع الشطرنج، اكثر من ورشه تداخلت مع بعض البعض. انا الموزايك مو اختصاصي، ممكن نعمل له الرقعه من الموزايك او تنزيل الصدف. كل فتره حتى نستمر بموضوع النجاح، بنهايه كل معرض او بكل مؤتمر بنقعد وبنتشاور وبنكتب وبنوثق وبنعمل برنامج على الاليه تبع المراحل القادمه، لازم يكون في جديد. ان شاء الله كل الخير لكم والتوفيق لحضراتكم. يعني ذكرنا هيك نقاط اساسيه عن المؤتمر وشو ضمن التفاصيل، بس في هيك نقطه دائما نحن وقت بنقول في دعوه لمؤتمر او دعوه شيء عن المعارض، يمكن يوم انا بروح على المعرض بيلفتني القطعه الحلوه بتاخذ من وقتي من محبتي يعني، ولكن دائما وقت بتقول معرض او ندوه او محاضره بتلك العالم خلاص يعني انه اوف من الآخر يعني. فاليوم شو اللي تميز بهذا المعرض؟ يعني إن الإقبال كان حلو، ولكن يعني أنا بقعد بسمع وبفهم شو عم ينحكى، أو حسيت إنه اليوم كان الحضور إنه بس لأنه في دعوة للناس. هلا إحنا تجاوزنا الموضوع إنه نجيب الناس، إحنا رحنا لعندهم ضيوف، المكان مزدحم باستمرار، ما بالك يجي شيء يزين هذا المكان. ثاني شيء لابد ما يكون كثير من الناس هلا بيتكاسلوا يروحوا المكان، إحنا وتواجدنا عندهم شافوا قطعة ما متذكرينها، شافوا البروكار ما متذكرينه، شافوا الصاية ما متذكرينها، وعم يشوفوا هذا النسيج المتجانس، عم يشوفوا لوحات الفسيفساء بين الحرفيين، وإجباري بده يسأل. يعني اليوم إحنا بشكل عام كل حرفي لابد ما يكون كل ساعة بده يمر عليه أقل شيء 40-50 سؤال من الصبايا ومن الشباب المتواجدين. هاي الصبية قطعة ما شايفتها أول أو لا ولا ببالها، شافتها صارت تعمل أفق بذهنها، هل يا ترى أنا بدي شجع أخي، هل يا ترى أنا بشتغل على هاي القطعة. وفي ناس سجلت وأخذت أرقام، بدلنا الأرقام على أنه في شغل بده يصير وتعاون ودورات، يعني بدهم نساوي دورات. هلا شجعونا، انا واثق انه هلا الدورات القادمه حيكون الكم الاكبر من جامعه التسويق. يعني استاذ عدنان اليوم في تسويق طبعا حركه السوق السوريه، يعني هي احياء للتسويق لانه في عندك اسواق جامده. هذا الاحياء 30-40 ألف شخص وقت عم يزوروا هذا المكان، هذا رائع جدا، حققنا الغايات المطلوبه واهدافنا. وهذا المهم مثل ما قلت اليوم انعاش الحركه الاقتصاديه ضمن البلد وضمن الظروف اللي عم نعيشها. نتشكر حضورك ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق استاذ عدنان. يا هلا، تسلمي. شكرا كثير لك وكل التوفيق بالخطوات القادمه. خلينا اياكم. أما هلأ صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا ميس. يسعد صباحك. يسعد صباحك نيرمين. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم.
بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، بحث آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا. وناقش المقداد وعبد اللهيان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الدعاية المركزة التي تقوم بها الدول الغربية وإسرائيل ضد إيران، ونوه الوزيران بمستوى التعاون والتشاور المنتظم القائم بين البلدين، مؤكدين أهمية استمراره للتصدي لمحاولات التدخل في شؤونهما الداخلية وتنسيق مواقفهما في مختلف المحافل الدولية. أعربت سوريا عن ترحيبها بإعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أنه يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا ترى أن هذا اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أزبادة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية. قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كذلك اعتدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين على ممتلكات الفلسطينيين ومركباتهم بالرشق بالحجارة عند مدخل قرية المنية شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. أعلن المقر التنسيقي الروسي للاستجابة الإنسانية أن قوات نظام كييف تحضر لاستفزازات في مقاطعة خاركوف يتم خلالها مقتل مواطنين أوكرانيين، وذلك بهدف اتهام القوات الروسية بها. وأضاف المقر أن نظام كييف وبهدف اتهام روسيا الاتحادية بجريمة عسكرية يحضر لاستفزاز دام يشمل مقتل مواطنيه في مدينة في مقاطعة خاركوف خلال توزيع المساعدات الإنسانية للسكان، حيث ستطلق وحدة المرتزقة الأجانب النار من المدافع على مجموعات المدنيين. كما أوضح البيان أن أوكرانيا تخطط لهذا العمل الإرهابي لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام روسيا بقتل المدنيين. ختام موجز الأخبار، عودة لصباحنا غير مع الصبايا مع نيرمين ورشا. يسعد صباحكم. شكرا لك ميس، وأكيد مكفايين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمساحة حيوية بتهم كثير من الأشخاص. بدنا نحكي رشا اليوم بمساحتنا حاليا عن واقع المياه اليوم بدمشق وريفا. دائما بنسمع عن مشاكل، عن انقطاع المياه عن كثير من المنازل بالأرياف بمختلف المحافظات السورية. كرمال هاي النقطة رح نضوي أكثر ضمن صباحنا غير لليوم، ورح نحكي عن واقع المياه ضمن عمل مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفا. شو هي اليوم الصعوبات اللي عم تواجه هي المؤسسة، وشو هي المشاريع اللي تم إنجازها، شو هي الخطط المستقبلية؟ كثير من الأسئلة والاستفسارات حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم الأستاذ محمد عصام الطباع مدير عام مياه الشرب في دمشق وريفها. أستاذ صباحك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا لأهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. رح نبدأ هيك بسؤال افتتاحي إذا بدنا نقول، دائما معروف عن سوريا بتميز هيك نحن كنا نقرا بالكتب بامطارها بكثره الينابيع ووجود الابار اذا بدنا نقول، ولكن خلال السنوات الماضيه اذا بدنا نحكي كثير عم نشوف قرى عم بتعاني من يعني انقطاع المياه عنا، حتى بالمدن اذا بدنا نقول في ساعات محدده عم تكون لوجود الماء. خلينا نحكي عن اليه عملكم، شو السبب اليوم انه بهي حالات الانقطاع؟ يعني نحن احيانا بنحكي عن ايام، يعني في منازل ما بيوصلها المي تقريبا بحدود 4-5 أيام ممكن اكثر. طبعا صباح الخير حضراتكم المشاهدين. طبعا الواقع المائي هو مرتبط بهطول المطري بكل عام. العام الماضي كان الهاطل المطري بالنسبه لحوض نبع الفيجه كان يشكل نسبه 82% من المعدل الوسطي العام، ولكن كان الهاطل المطري مدينه دمشق ما تجاوز 47%. هذا طبعا خلى العام الحالي انه الواقع المائي الى حد ما كان جيد بمدينه دمشق. طبعا مدينه دمشق ترتبط يتم تزويدها من خلال المصادر الرئيسيه، هن نبع فيجه، نبع برده، ابار مراكز الضخ بالمدينه.
هذه الكميات اللي عم تم انتاجها خلال فتره الربيع بيكون الواقع المائي جيد، بيتم التزويد بشكل مستمر لكامل مدينه دمشق والى ريف دمشق المحيطي اللي عم يتم تزويدها بنبع الفيجه من صحنايا، اشرفيه صحنايا، ضاحيه ماني ادار، الكسوه، معظميه الشام، داريه، كامل الريف المحيطي يتم تزويده من نبع الفيجه خلال فتره الربيع، وتستمر الى عده اشهر الى ان يبدا انخفاض الانتاج، طبعا مع اشهر التحاريق مع بدايه ازدياد الاستهلاك وانخفاض الانتاج. ولكن وفق البرنامج المعد اللي يتم المؤسسه بوضعه وهو برنامج تقنين، يتم التوفيق ما بين كميات المياه المنتجه والكميات التي يتم استهلاكها. بالنسبه لريف دمشق، الباقي مناطق بريف دمشق هي كمان واقع الابار جيد، ولكن هي مرتبطه بتوفر الطاقه الكهرباء بالإضافة إلى مادة المازوت. اليوم طبعا كنا نعرف واقع الكهرباء، ولكن اليوم بالتنسيق مع شركة كهرباء ريف دمشق يتم إلى بقدر الإمكان وفق الإمكانيات المتوفرة بتأمين التيار الكهربائي بساعات محددة. بعض المناطق عم يكون فيها انقطاع كبير مثل ما تفضلتي، عم بتكون فيها تتجاوز الساعات أو أيام، ممكن بضعة أيام، هذا عم يتم التلافي عليه والعمل فيه من خلال المؤسسة، من خلال هي مشاريع منظومات الطاقة الشمسية وخطوط موافة من التقنين الكهربائي. وهذا عملنا فيه، بدأنا فيه من سنوات، والعام هذا كان فيه له جزء كبير من التنفيذ. يعني على سبيل المثال منظومات الطاقة الشمسية صرنا مركبين حوالي 40 منظومة طاقة. كان هذا العام في عنا بأبار بسعسع، كان في عنا بكفر بطنة، بحمورية، بمنين، بمليحة، تركيب آبار، تركيب منظومات طاقة شمسية. هذا خلى واقع هذه الآبار تعمل وتحسن الوضع فيها. إضافة إلى منظومات خطوط معفى من التقنين الكهربائي، كنا بنعرف قديش كانت عم تعاني صيدنايا وتلفيتا ورنكوس، تم كمان تأمين خط معفى من التقنين الكهربائي تجاوزت 17 يوم مدة اتصالوا المياه. هلا من خلال فترة قريبة وضع بالخدمة هذا المشروع، كمان تمت إعادة المياه وبشكل مستمر، الضخ المستمر. كمان في منطقة بدة، كمان هلا من خلال فترة قريبة، وهي منطقة تمنين، بعض آبار ببيرة، بعقربة، بسيدي مقداد، كمان دخلي. طبعا بالإضافة إلى مشاريع هي قيد التنفيذ حاليا إن شاء الله. أستاذ، خلينا نحكي اليوم عن مدى استجابة المؤسسة وقت اللي بتجيكم أي شكوى أو بصير أي طارئ، كيف اليوم المؤسسة عم تستجيب مع الناس؟ خلينا اليوم نضوي أكثر على موضوع المزة 86 لنعرف اليوم الشيء اللي صار من حضرتك، كثرة الأقاويل والإشاعات عن حالات تسمم كثير كبيرة ضمن الـ 86 بالمنطقة أو بحارة. اليوم نحن بدنا نعرف إذا كانت شملت المنطقة كل حالات التلوث أو بس مجرد حارة، وخاصة إن كان في حالات مرضية أو شيء، نحكي عن هاي القصة وبعدين نروح شوي للإجراءات الصحية. هلا طبعا بالنسبة لعنا، بالنسبة أي ورود أي معلومة للمؤسسة بوجود اشتباه بتلوث المياه، تقوم المؤسسة على الفور بكامل نطاق عملها بقطع المياه عن المصدر المغذي لهذه المنطقة. نحن أول ما وصلنا معلومات عن وجود اشتباه بتلوث المياه في منطقة المزق قرب معهد اللغات، تم توجيه الكادر الفني بالمؤسسة لقطع المياه، تم أخذ عينات، تبين وجود مياه إنه بعض في منطقة محددة قرب معهد اللغات ما ذكرنا إنه فيها في موضوع منطقة فيها تلوث. بهي الحالة نحن مباشرة نرجع نشوف إذا في موضوع الصرف الصحي القريب للخطوط المياه. تبين معنا فعلا في كان احد ريجارات الصرف الصحي، هي كانت مليئه، كان بحاجه الى تعزيل وتسليك هذه الريجارات. تم التواصل مع الشركه العامه للصرف الصحي وتم تعزيلها بشكل فوري من قبل المدير العام الشركه والعمل فيه. طبعا لهذا هون كانت طبعا مباشره قطع المياه موجود، تم الكشف على الخط، هذا الحكي استمر يومين وتم التنقيب من خلال سيارات التنقيب عندنا موجوده بالمؤسسه لكشف اذا في نقاط تسرب موجوده على هذا الخط المغذي. تبين عندنا وجود 3 أو 4 نقاط تم الكشف عليها، تبين انه الوصلات المنزليه اللي داخله على المنزل هي اللي تاثرت من خلال صرف الصحي ورجالات صرف الصحي. تم تعديل اصلاحها، تم اعاده غسيل الشبكه وضخ المياه واخذ عينات. أنا كنت بزيارة يوم الأربعاء على المنطقة، لاحظت أعمال الورشات شو عم تشتغل، أخذنا العينات، تبين معنا طبعاً من أحد العينات إنه أخذنا 11 عينة، تبين معنا ما في سليمة 100%،
بين عندنا احد المنازل فقط لسه في مشكله موجوده. بالدخول الى هذه المنازل لاحظنا انه هو خزان البناء الموجود اللي هو خزان صار له فتره قديمه مفتوح معرض للتلوث، تم طبعا توجيههم بغسله وتعقيمه. امبارح كمان رجعنا اخذنا العينات بشكل كامل، كانت نتائج المخبر سليمه 100%. طبعا الحالات التلوث بتصير معنا بفترات الصيف وتكون كمان انخفضت كميات المياه المنتجه، الصرف الصحي بده يكون دائما بشكل دائم مراقب. نحن طبعا دائما موجهين الورشات عنا بكامل نطاق عملها انه اذا صار اي موضوع الكشف على هاي الرجارات، الموضوع هذا عمل الصرف الصحي وليس عمل مؤسسنا، ولكن نحن من باب الاحتياط واخذ الحذر التشبيك معهم، وفي تعاون مستمر بهذا الموضوع. بس نحن باي اجراء بيجينا باي اشتباه مباشره بيتم قطع المياه ولا يتم اعاده الضخ الا بعد التاكد. يوم عم نحكي بالمزه عن حاره وحده صح؟ مو المنطقه كلها، لانه صار في اشاعات كثير على الفيس، بعرف اليوم خبر من صفحه لصفحه بتزيد القصه يعني، فاليوم كثير مهم الايضاح عن طريق حضرتك. هو في يعني في شغله مهمه لازم يعرفوها الاخوه المشاهدين، انه نحن المياه بشكل يومي يتم التحليل من خلال المخبر المركزي، عندنا المؤسسه حاصل على شهاده الايزو. هذا المخبر بياخذ عينات من نبع الفيجه، نبع برده، اعبار مراكز الضخ بالمدينه، اضافه لا تقل عن 30 ل 35 عينه من شبكه مدينه دمشق. يعني نحن يوميا عندنا التحاليل بشكل دوري، فمنطقه المزه اللي عم تتاخذ او تشرب المياه عم تتزود المياه هي نفس المنطقه نفس المياه اللي عم تتزود منها من كامل مدينه دمشق. فوجود اي حادثة لا سمح الله تلوث فهذا حيأثر على كامل المنطقة، عشان هيك حتنتشر إجراءاتنا احترازية موجودة فيها. خلينا نحكي مع حضرتك استاذ عن موضوع برامج التقنين، دائما بنشوف محافظة دمشق وريفها بينزلوا برامج تقنين للمياه لكل فينا نقول منطقة أو يعني بلدة، على أي أساس بيتم وضع هي البرامج؟ في آلية معينة كمان؟ أكيد بتوصلك كثير هي الشكوى إنه نحن بحارتنا ما وصلتنا المي بس الحارة اللي بزقنا تماما جايتها المي. نحكي عن هدول الإشكالات اللي بيصيروا يعني من باب المعرفة، كيف بيتم توزيع البرنامج؟ كيف يعني بيتم وصل هي الآلية أو المياه كيف بتوصل لحارة مثلا وحارة ثانية لا ما بتوصلها؟ هلا برامج التقنين نحن نلجا لبرنامج التقنين وقت بتكون تنخفض كميات المياه المنتجه، يعني ذكرت من قليل انه فتره الصيف فتره الربيع وفيضان نبع الفيجه لا يتم التزويد بشكل 24 ساعه على 24 ساعه لكامل مناطق مدينه دمشق والاضافه لريف دمشق المحيطي. بنوصل اليوم لكسوه مياه نبع الفيجه، ولكن مع انخفاض كميات المياه المنتجه وازدياد الاستهلاك فترة الصيف فترة أشهر التحاريق اللي نحن هلأ حاليا بأواخر الفترة هاي طبعا بينخفض الإنتاج وبيتم الاستهلاك الزائد. نلجأ للتقنين ممكن تبدأ ببضع ساعات ممكن توصل ل 16 أو 17 ساعة. برنامج التقنين يتم مراعاة في مناطق، يعني في عندنا المناطق المنخفضة يتم التزويد لا يقل من 6 إلى 7 ساعات، بينما المناطق المرتفعة مثال 86 أو مناطق حي الورود أو مناطق عشر دولار هي تحتاج إلى تزويد لا يقل عن 12 أو 13 ساعة لنضمن وصول المياه لآخر نقطة في الشبكة. بعض الأخوة المواطنين بيشتكي أنه أنا المياه ما وصلت لعندي إذا كان البرنامج أو كمية المياه اللي وصلت ما كفت الموضوع، طبعا هذا مرتبط مثل ما ذكرت موضوع الطاقة، ولكن نحن البرنامج هو قابل للتغيير، يتم اعلانه على موقع المؤسسه، يتم اعلانه بالمحافظه، يتم مراقبته بشكل دوري، يعني ممكن نضطر انه خلال اسبوع واحد نعدل البرنامج، ولكن اكثر من 90% بيكون البرنامج هو واقعي مناسب. حتى في ملاحظه استاذ اليوم كرمال هيك نوجه كل الاستفسارات اللي وصلتنا انه في ناس بتقول لك انا المي بتصلني كلس لونها ابيض نظامي، فيها تعقيم كثير عالي، وبنشوف مناطق ثانيه بتنزل المي بيقولوا هي مية فيجة صافيه بارده، يعني انت لك في متعه انت عم تاخذ هي المي من الحنفيه بشكل مباشر، ما تبقى احيانا الناس عم تضطر تغلي المي كرمال تصفي شوي الكلس الموجود بقلبها، شو اليوم السبب بين الفرق بين الابار، وجود الابار القريبه او شو؟ هلا بعض المناطق اللي عم فيها مياه كلسيه هي منطقه وادي مروان وبعض منها طبعا ابار جديده يابوس، نحن مصادرنا الرئيسيه هي نبع الفيجه ونبع برده، اضافه لابار وادي مروان وابار جديده يابوس. ابار وادي مروان ممكن يكون هي مياه كلسيه نوعا ما، ولكن مطابقه للمواصفات القياسيه، يعني لحتى اليوم اي مياه عم تنضخ هي بدها تكون مطابقه للمواصفات. نسبه الكلور لا ضمن المواصفات القياسيه، نحن في عندنا نسبه محدده محدد معدل بده يكون فيه، ممكن خلال فترات الصيف مع انخفاض كميات المياه المنتجه نرفع الجرعه الى الحد الاعلى المسموح به، ولكن لا يتم زياده عن الزياده عن الحد المحدد فيه.
عم نحكي ايضا عن هذا الواقع بشكل عام. اليوم اي حدا اليوم عنده شكوى عنده استفسار حابب اليوم يتواصل معكم، شو هي آلية التواصل مع المؤسسة؟ هل في بريد او في صفحة او اتصال بشكل مباشر؟ هلا نحن الموقع الالكتروني للمؤسسة مفعل بشكل كامل dapsa.gov.sy موجود على كامل مراسلاتنا. على فيسبوك عنا وفي تواصل عدد كبير من الاخوة المواطنين، عنا على الخط الساخن 166 لتلقي كافة الشكاوي إضافة إلى 3004 الطوارئ المركزية، ومحدد بموقع المؤسسة كامل أرقام الشكاوي لكل الطوارئ الموجودة بكامل مدينة دمشق وحتى الوحدات الاقتصادية. الميزة بالموقع الإلكتروني المؤسسة أنه يستطيع المواطن أن يتقدم بشكوى لأي استفسار عن أي حالة من الحالات، سواء كانت حالة انقطاع المياه أو أي استفسار، يستطيع أن يدخل قراءة العداد وخلال كمان هو من خلال الانترنت يدخل قراءة العداد للتأكد من قراءة العداد إذا كان قارئ العداد ما عم ياخذها أو ما عم يوصل له. فاليوم التواصل بشكل مستمر عنا، والمكتب الإعلامي بالمؤسسة مفعل بشكل كبير جدا لتلقي كافة الشكاوي. يعني نحن اليوم على الفيسبوك عم نتابع بشكل يومي المناطق اللي إذا في حالة ما وصلت المياه أو في انقطاع المياه أو في منطقة من المناطق عم تعاني، ما بنتظر لحتى يدق المواطن، نحن فعلا عم نتابع هذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية. أكيد بدنا الختام بدنا نتشكر وجودك معنا الأستاذ محمد عصام الطباع مدير عام مياه الشرب في دمشق الضريفة. شكرا كثير لك. شكرا لتواجدك ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق. شكرا بعملكم. شكرا. أما هلأ رشا خلينا ننتقل مباشرة لدوما، مراسلة الإخبارية السورية زميلتنا ربا الحجلي متواجدة لترصد لنا انطلاق عملية التسوية هناك. يسعد صباحك ربا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي ولكل المتابعين الان عبر هواء الاخباريه السوريه من دمشق. كما ذكرتي نحن متواجدين في دوما من هذا الاحتفال المركزي بمناسبه افتتاح مركز التسويه هنا في دوما احدى اهم بلدات الغوطه الشرقيه، حيث اليوم تم الإعلان عن فتح مركز التسوية ليشمل كل المطلوبين من المدنيين والعسكريين الفارين من أداء الخدمة العسكرية والاحتياطية. طبعا هذا المركز كما بات معروف للجميع سيستقبل كل هؤلاء الراغبين بتسوية أوضاعهم ليصار بعد ذلك إلى عودتهم لحياتهم الطبيعية وليكونوا سند أساسي في إعادة البناء والأعمار. دوما كما هو معروف اليوم تستقبل كل طبعا ضيوفها وجيرانها من البلدات المجاورة من كل المناطق وقرى الريف، ريف دمشق أقصد، طبعا من أجل فتح أبواب التسوية. أولا للمباركة بعودة الحياة بكل صورها وتجلياتها إلى دوما، وبعد ذلك ليكونوا شبانها ورجالاتها يستطيعوا العيش بحياة طبيعية بعيدا عن كل العقبات والعثرات في الفترات الماضية. طبعا باب التسوية اليوم ليس الأول في سوريا، معروف بأنه التسوية مرت بمختلف المحافظات. في جيرود مثلا منذ فترة قريبة تم افتتاح مركز التسوية، وفي كثير من قرى وبلدات ريف دمشق، في محافظات دير الزور لا ننسى صالة العام التي استقبلت أعداد كبيرة من الراغبين بتسوية أوضاعهم، وعدد من المدن في الرقة، في درعا، في السويداء، في دمشق وغيرها، في حما أيضا عند محطة القطار مركز التسوية لا يزال يفتح أبوابه حتى هذه اللحظة. طبعا للحديث أكثر عن كيف ينظر هنا أهالي دوما إلى مدينتهم، كيف ارتاحت وكيف يمكن أن تساهم هذه التسوية في إعادة الأعمار وعودة الحياة الطبيعية، معنا أحد أهالي مدينة دوما. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عرف عنك الشهيد الحي. أنا الشهيد الحي حسن المحمود الملقب أبو محرز لدى جيش الإسلام لمدة 5 سنوات. أنا أشكر السيد الرئيس على هذه المكرمة عملية التسوية، وأشكر كل القيادة السورية على هذا العمل الإنجاز الذي قاموا به في مدينة دوما. كم ارتحت اليوم بعد عودة الحياة إلى دوما وبعد مرور سنوات على تحريرها، واليوم أهم احتفال مركزي في دوما، وحدثني عن قصتك. عرفت أنك كنت مخطوف لدى جيش الإسلام الإرهابي. أنا كنت مخطوف، جيش الإسلام دخل المدينة العمالية
وتم أسرنا من المدينة العمالية 350 شخص بالمدينة العمالية، وتم ترحيلنا على مدينة دوما لمدة 5 سنوات. نعم، وبعدها دخل الجيش العربي السوري وتم تحرير دوما، وبدأت الحياة من جديد إن شاء الله بقيادة برعاية السيد الرئيس بشار الأسد. شكرا وألف مبروك. الله يبارك فيك. هي الصورة المشرقة. شكرا جزيلا. لكن سأشرك كثير من الضيوف المتواجدين معنا اليوم والذين أتوا من بلدات وقرى مختلفة للمشاركة في هذا الاحتفال المركزي هنا في دوما. معنا مجموعة من الضيوف الكرام ومشايخنا الأجلاء، أهلا وسهلا فيكم. حضرتكم من وين جايين؟ حضرتنا نحن جايين من جرمانة على عرس المحبة والكرامة ولقاء الأهل بالأهل ولقاء الوطن بالوطن وعودة الوطن إلى أسرة واحدة بقيادة واحدة تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد. نفتخر بهذا الاجتماع ونفتخر بهذا الحضور، ونتمنى أن نعود كبيت واحد كما كنا سالبا. أهلا وسهلا شيخ. كم يعنيكم اليوم أن تكون دوما الجارة الكبيرة أو الأخت الكبيرة لجرمانة وقرى وبلدات الغوطة الشرقية آمنة ومستقرة؟ حقيقة مدينة دوما إلها ماضي وإلها تاريخ بهذه اللقاءات، فهي إن دل على شيء بدل على المحبة القائمة والألفة والوحدة الوطنية القائمة ما بين كل أهالي مدينة دوما والغوطة الشرقية كلياتها. فنحن نشكر السيد الرئيس على المرسوم العفو اللي أصدره من أجل إعادة اللحمة الوطنية وإعادة الصف الوطني وإعادة الكلمة من أجل ارتقاء الوطن إلى ما أفضل ما هو عليه. أهلا وسهلا فيكم. أيضا مجموعة من المشايخ من القرى المجاورة، أهلا وسهلا فيكم. الله يعطيك العافية. من وين جاي؟ بلدة كفر بطنة. أهلا وسهلا فيكم. أنتم دعيتوا للمشاركة بالاحتفال المركزي، وكفر بطنة جارة دوما في الغوطة الشرقية. أيضا كم مهم لكم هذا الاستقرار اليوم الذي تعيشه دوما وكل بلدات الغوطة الشرقية؟ نعم، هذا الاستقرار يعني هو استقرار للوطن والأهالي الوطن، فالغوطة كلها بلدة واحدة، أبناء الغوطة بلدة واحدة، إن كان كفر بطنة ولا دوما ولا جميع البلدات هم من بلدة واحدة لهذا الوطن. نعم. سهلا فيكم. كان في عندكم مركز تسوية أو بالفترة المقبلة في مركز تسوية بكفر بطنة؟ نعم، كان في مركز تسوية وصارعت الناس اللي وأجروا التسوية المباركة اللي هي تكرمة من السيد الرئيس. جزيلا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. حضرتكم كمان من وين جايين؟ نحن من مدينة الشقبة. نشكر السيد الرئيس على المكرمة والعفو الذي أصدره، وباسم مدينة الشقبة نشكر السيد الرئيس ونشكر يعني أهالي دوما على هذا الاستقبال الحافل. شكرا جزيلا، أهلا. أهلا. من وين جايين؟ من كفر بطنة، من مدينة كفر بطنة، الشيخ بسام ضفدع. كثير انتم كمان كان لكم دور كمشايخنا الاجلاء في ارشاد الشباب اللي غرر فيهم فتره من الفترات، اليوم قديش بتشوف انه اكتملت الصوره بالنسبه لعوده الحياه الطبيعيه وعوده هؤلاء لجاده الصف؟ نعم، الحمد لله. لا شك اليوم السيد الرئيس الله يحفظه بمرسوم العفو وبعمليه التسويات عم ترجع أبناء الوطن لحضن الوطن، وعم يتعزز الحمد لله وحدة الشعب السوري ومحبة وقوف الشعب السوري مع السيد الرئيس حفظه الله. جزيلا لك. طبعا كما هو واضح في الصورة بأنه أعداد كبيرة من قرى وبلدات الغوطة الشرقية جاءت لتشارك في هذا الاحتفال المركزي الكبير اليوم في مدينة دوما، ومن المعروف أيضا بأن مركز التسوية في مدينة دوما سيبقى فاتح أبوابه إلى طالما هناك طبعا من يريد تسوية أوضاعه. طبعا مركز التسوية هذا وفق مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، وعلى أساسه فتحت كثير من
من أبواب التسويات في مختلف المحافظات السورية. أعود لأذكر في الرقة وفي دير الزور، درعا، السويدة، قرى وبلدات ريف دمشق، وأيضا في بعض المناطق في القلمون. طبعا كما قلنا مركز التسوية اليوم في دوما هو أول يوم له، جاء بعد اجتماعات مكثفة تمهيدا وتحضيرا لهذا العمل. كان يعني قبل أيام في اجتماع لمحافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدة مع قيادات من مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية والحزبية ووجهاء المحليين، بالإضافة إلى رجال الدين. وطبعا كما ذكرنا دوما تكتسب يعني حضور وصفة خاصة كثيرا، لأنه هي من أول بلدات الغوطة الشرقية التي خرجت للأسف الشديد وأصبحت بيد الجماعات الإرهابية المسلحة وبالتحديد جيش الإسلام الإرهابي. لا تغيب عن ذاكرة الناس هنا حجم الاستعراضات المبالغ فيها من قبل جيش الإسلام لما يملكون من الدبابات والصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتنوعة، في رسالة كانت قاسية لجيران دوما. وأيضا لا يزاحم في الذاكرة ذاكرة أهالي دوما وكل السوريين مثل هذه الاستعراضات، كما استعراضات أيضا اقتياد الناس نساء أطفال ورجال بأقفاص حديدية والسير بهم في مختلف مدينة دوما في رسالة سادية قلما عرفت البشرية لها مثيل. اليوم تطوي دوما هذه الصفحة للأسف السوداء لتعود لتعلن عن صفحة مشرقة، كما كانت دوما درة ريف دمشق، قبلة التجار السوريين، السلة الغذائية لسوريا، وكذلك المحبين والمصطافين الذين أتوا وكانوا يأتون إلى دوما كأجمل بساتين في ريف دمشق. اليوم تعود بكل ألقها بكل خضرتها، كثير من الناس عادوا إلى دوما، عادوا ترميم بيوتهم، مزارعهم ومؤسساتهم، منشآتهم التجارية لتعود آلة العمل من جديد. طبعا في دوما وتنعكس ليس فقط على جيرانها في الغوطة الشرقية، إنما على كل المناطق في دمشق والتي تأكل من سلة دوما. هذه هي بشكل عام الصورة من دوما، الاحتفال المركزي. لا تزال دوما تستقبل ضيوف. شكرا لك زميلتنا روبا الحجلي، كنت معنا من دوما، تحياتنا لك وتحياتنا لكل الأشخاص. أوضاع الشباب. نعم، شكرا لك زميلتنا روبا الحجلي من منطقة دوما، كنت معنا عبر رسالة، شكرا لحضرتك. أما نحن مكملين بباقي فقراتنا وصباحنا غير لليوم، خلونا نروح لحلب. شو رأيك تروحي على حلب؟ منروح على حلب رشا، حيث أطلقت مبادرة شهيق زفير ورشة عمل تستهدف أطفال متلازمة داون تحت عنوان طاقة مش إعاقة في الأمان السورية للتنمية. التفاصيل ضمن التقرير التالي. بالتشاركية مع جمعية الرجاء، أطلقت مبادرة شهيق وزفير ورشة عمل تستهدف أطفال متلازمة داون تحت عنوان طاقة مش إعاقة في الأمانة السورية للتنمية بمحافظة حلب. الورشة ضمت بالإضافة للدعم النفسي نشاطات في مجال الرسم والغناء والرقص وغيرها من المهارات التشاركية مع الأطفال بهدف رسم الفرحة على وجوههم. هن مثلنا مثلهم، انه هن بيقدروا يعملوا كل شيء نحن بنقدر نعمله، ما في فرق بيننا وبينه، وانه هن قادرين يطبخوا ويغنوا ويلعبوا ويرسموا، وبالفعل نحن تفاجئنا يعني بالشيء الكثير حلو يلي عم بيطلع معهم. المشاركون بالتدريب عبروا عن فخرهم بما شاهدوه من امكانيات لدى الاطفال، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم لهم، وخاصة أن هذه الفعاليات تساهم في دمجهم بالمجتمع وإدخالهم إلى سوق العمل واكتشاف مواهبهم. وحسيت أنه فعلا في مواهب، يعني بالنسبة لوضعهم الحالي يعني وضعهم النفسي وهيك، فإن شاء الله يكون حلو يعني ونستفيدوا وينبسطوا يعني، ويكون هيك عملنا شيء حلو لهم. هن جزء من عيالنا، جزء من مجتمعنا، جزء من مدرستنا، فهذا واجب، وبدعو الكل يساعد طبعا بالتعاون مع شهيق وزفير وكل الاشخاص الخيره اللي عم تعطي من وقتها وجهدها. حبينا اليوم نشارك بهالمبادره، المبادره حلوه كثير مع متلازمه الحب، حتى يحاولوا ندمجهم اكثر في المجتمع، نخليهم يعملوا قصص هن ما متعودين يعملوها، يقدروا نحسسهم هن عم بيعملوا انجاز.
مبادرة شهيق وزفير تسعى من خلال هذه الفعاليات لإنشاء مشروع خاص بمتلازمة داون يكون العاملين فيه منهم ليشعروا بأهميتهم وحاجة المجتمع لهم. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب. ولنحكي أكثر عن وبشكل موسع عن الورشة اللي ضمت بالإضافة للدعم النفسي نشاطات كثيرة، إن كان بمجال الرسم والغناء والرقص وغيرها من المهارات التشاركية مع الأطفال. حيكون معنا ضيفنا ولكن عبر اتصال هاتفي السيد منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. ألو، يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ منتصر، يسعد لي صباحك. صباح النور يا أهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. خلينا بداية نتعرف بشكل موسع أكثر عن النشاطات اللي كانت ضمن الفعالية وكيف كان أجواء التفاعل اليوم مع الأطفال. أول شيء صباح الخير محلب. صباح النور. نسب السر التوعوي اللي لازم داون أو ذوي الهمة، حبينا نعمل شيء نحن هاليوم بالذات أو الشهر ضمن تقريبا بحدود شهر عم نشتغل على الموضوع، مناسبات معينة وأكتب معينة للأطفال سواء كان مسابقات سواء كان فن سواء كان رسم، فحبينا نعمل شيء هالتوقيت. هي الإيفنت اللي صار يومين ورشة عمل بالأمانة السورية للتنمية بالتشارك مع جمعية الرجاء، كان هو يشمل موضوع رسم، يشمل موضوع كان دعم نفسي، ويشمل كان تعليم الطبخ موضوع تصنيع الحلويات إلى آخره. كان موضوع تقريبا لمدة يومين. طيب أستاذ، كونك ذكرت إنه الورشة استمرت لمدة يومين، خلينا نحكي عن أهمية هاي الورشة وأهمية المهارات التشاركية اللي كانت ضمن الورشة. هلا شيء طبيعي إني الورشة حتكونية داعمة لسوق العمل، لأن يعني إحنا بالأخير دول الأطفال إذا عملنا لهم مثلاً أكتر وعملنا لهم مسابقات وعملنا لهم رسم وإلى آخره، حستفيد إنه بالمستقبل نحن حابين إحنا نبجوا مستوى العمل، حابين يكون له تشاركية معينة هالفترة بالذات، لأن هدول بصراحة أطفال عندهم قدرات عندهم إمكانيات جيدة جداً. أنا بقول إن هدول ذوي الهمم هن عندهم طاقات جديدة، عندهم شغلات كتير حلوة. كيف نحن حاولين يعني عم حاول نعمل شيء هالأطفال بالذات، يعني هنا فعلا مستاهلوا إن واحد يعملوا شيء. نحن عملنا شيء بالورشة العمل، كانت الورشة هي عبارة عن كانت دعم نفسي الأطفال، كيف التعامل مع الحيوانات، يعني الحيوان بعض الأحيان. يعني الشيء والأهم تصنيع الجاتو، تصنيع الحلويات، هذول أشخاص عندهم قدرة، عندهم يعني ملاحظين. ثاني تصنيع البيتزا، تصنيع الطبخ إلى آخره. فكان الموضوع هذا خلينا نسميه لو كان حدث ثاني أو في شغلة بسيطة، لا بس هو شغلة كثير مهمة عشان ندعم الأطفال، عشان نعطيهم الدعم لأنهم يعني هنا بالأخير الأطفال عندهم قدرات وعندهم إمكانيات، فليش نحن ما نستثمرها صح بطريقة مضبوطة مثل العادة؟ تمام. نعم، خلينا نحكي أيضا هيك بالختام عن التحضيرات القادمة لكم ضمن مبادرة شهيق زفير. الآن تحضيرات كثيرة بصراحة، يعني إذا حكيت هذا خليني أحكي شوية تفاصيل صغيرة عنها. هلا إحنا عم نحاول نعمل شيء سبق وذكرت هالموضوع أنا، إنه عم نحاول نعمل شيء نحن مثل كافيه أو مثل كافيه اللي بالشام موجودة مؤسسة الدولة اللي عملتها مؤسسة الدولة، نعملهم نحن وندرسهم سوق العمل. عم نحاول نعمل مشغل لألون نحن، مشغل خاص فيهم عشان هن يستثمروا صح، يشتغلوا فيه، يحسوا ان فعلا الناس عم يعطوا شيء للمجتمع، عم يعطوا شيء للناس الطبيعي. كثير عندنا افكار، في عندنا شغلات حلوه، بس انا لي ملاحظه كثير اني هن من ذوي الاعاقه، هن ذوي همم، هن عندهم امكانيات. انا هذا التعبير بعض الاحيان بشوفه بكثير اعلانات او الى اخره، هذول معاقين، لا من معاقين، هن ذوي الهمم، هن هي لازم عندهم. خلينا نشتغل على موضوع احنا هاشتاج، يعني احنا واشتغلنا على موضوع الورشة العمل كانت طاقة وليست إعاقة، تمام؟ هن من معاقين، هن طاقة، هن عندهم إمكانيات، عندهم إمكانيات متجددة، فخلينا ندعمها نحن ونكون نحن معهم بشكل صحيح.
بدنا نشكرك السيد منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير، تحياتنا لك وتحياتنا لكل فريق المؤسسة وأكيد لأهلنا بحلب الشهبة، ومن حلب حنروح للادية. صحيح رشا، ورح نكون مع أجواء حفل المايسترو طاهر مملي مع أوركسترا أورفيوس الذي يعود ريعه لأطفال جمعية الإخاء أسرة الإخاء السورية برعاية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. التفاصيل ضمن التقرير التالي. ترانيم موسيقية نسجت بالحب والأمل عبر شريط من المعزوفات في حفل موسيقي يحييه المايسترو طاهر مملي مع أوركسترا أورفيوس في محافظة اللاذقية، يعود ريعه لأطفال جمعية أسرة الإخاء السورية برعاية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أهميته تكمن أنه نشجع ثقافة العمل الطوعي ومساعدة بعضنا كفنانين من ناحية، من ناحية تانية عم نقدم نحن لجمهورنا الحبيب اللادقية مقطوعات حبوها من خلال الأعمال اللي تقدمت. الشيء اللي عم نعمله انه عم نقدم لهم اصوات حلوه جديده كمان ايضا محتاجه للدعم. الاحتفاليه اليوم عاملها الموسيقار طاهر مملي مشكورا، وريعه بيعود لاطفال الجمعيه. شيء جميل يعني يكون الفن اليوم في خدمه الانسانيه. اليوم احتفاليه رائعه هنا في مدينه الاسد الرياضيه، يعني يعود القلق الى هذه المدينه بعد انقضاء دام لسنوات، وهذا الحفل يعني هو من ضمن مشروع اطلقته الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون لدعم الفن الراقي الفن الجميل على مختلف المحافظات السوريه. فعاليه كثير مهمه وفعاليه حلوه خاصه لجمهور اللاذقية الزواق للموسيقى. بتشكر المايسترو طاهر مملي على هاي اللفتة الحلوة من ناحيتين، الناحية الأولى اللفتة إنه الحفل لجمعية أسرة الإخاء اللي بيعود ريعة إلى المكان الصحيح، اللفتة الناحية الثانية هي لفتة إنه الحفل باللاذقية لأنه جمهور اللاذقية دائما تواق لأنه يسمع هيك نوع من الموسيقى. تضمنت الأمسية مقطوعات من تأليف مملي لأعمال فنية شهيرة يشارك في أدائها عدد من المواهب الشابة. اليوم عم نقدم البيست اوف تبع الشارات استاذ طاهر مملي، عم تكون نتاج مجهود لسنين كتير طويله، ان شاء الله نكون عم نقدم هذا الشيء بحرفيه وبطريقه بتليق بهذا المجهود، وان شاء الله بيعجب الجمهور الكريم. اليوم عم نشارك بحفله للاستاذ طاهر مملي رح نسترجع فيها كل اغاني اللي تعودنا عليها من الزمن الجميل. هو فعليا بقعه ضوء كبيرة كمؤلف موسيقي معروف سوري نحن بنفتخر فيه. ذكريات المسلسلات السورية القديمة وأيام زمان الحلوة، اشتقنا نسمع أصلاً هالموسيقى الراقية. عجبني أنه كل الحضور أو معظمه تحت 30 سنة، وهذا شيء بيبشر كثير حلو. موسيقى تحاكي ثنايا الروح، تنسج للإنسانية لتؤكد مجدداً على دور الفن في دعم قضايا المجتمع والتأثير فيه. نحن وقت بنقول الله يرحم ستة وستك، اليوم نحن ما وبس عم نترحم على جيل بنقول له الذهب الابيض، هذا الجيل العتيق، ولا عن عادات وتقاليد، ايضا عن حرف وحرف سوريه كثير حلوه لساتها موجوده من ايام، يمكن الحرف اللي بنحكي عليها اليوم موجوده من القرن الثالث عشر وكانت بايادي عربيه، بعدين انتقلت لتكون بالمناطق الغربيه. اليوم رح نحكي عن فن المكرميه، اسمعني فيه؟ أنا هلأ صراحة مشان بلشت تعرفت عليه تحت الهواء قبل دقايق، يمكن إذا بنشوف القطاع كلياتنا بنقول إنه شايفينها وهي موجودة بكل بيت سوري، بس ما بنعرف التفاصيل، ما بنعرف التفاصيل وما بنعرف إنه هيك اسمها الحرفة. طيب اليوم ضيفتنا حتعرفنا نحن بداية ولكل حدا عم يشوفنا شو هذا الفن وشو هو مكوناته، وخاصة وخبرتنا إنه هو بأدوات جدا بسيطة. خلينا نروح لعند ضيفتنا لليوم وهي الحرفية عبير أبو حمود، حرفية في فن المكرمية. أهلا وسهلا حضرتك.
يا صباح النور ويسعد صباحكم. يا هلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش من الاسم، الحرفه المكرميه، بنحكي شوي عن تاريخها، كيف بدات وكيف نقدر نميزها عن غيرها من الفنون اللي بتتعلق بالحياكه والصوف او حتى خيوط الاذن. هلا بالنسبه للمكرميه هي فن العقد العربي او الدانتيل الخشن، مع الفتوحات والتقديم اللي قلتوه بالكلام انه ما هي من القرن الثالث عشر. صحيح. كانت ببابل، كانت بشمال سوريا بتدمر، كانت تستعمل حتى بالدروع، لما الدروع بدهم يشبكوها مع بعض كانت بالعقده، بعقد سلاك، نفس الطريقه العقده المكرميه اللي هي العقده. تاريخ قديم، تراث، تراث هذا حاولنا نحن نجدده بس على طريقه التطوير، حاولنا ننزله بكل مجالات الحياة، يعني اللي إنه اللي بده ياخذ قطعة يكون بكل مكان في قطعة، والقطن بالنسبة للقطن بيخدم يعني، وبسيط تكلفته بسيطة، مو مثل المواد إنه بدك تتعطلي على شغلك إنه ما في مواد ما في خامات، كون سوريا بلد القطن. خلينا اليوم نحكي هدول، نستعرض أول شيء القطع اللي موجودة معنا. دائما نحن الصبايا بتلفت أنظارنا القصص هيك، ونحكي اليوم عن دورك كحرفية بإحياء هاي الحرفة. يعني اليوم شو عم تشتغلي عبير كرمال تضلي محافظة عليها؟ هلأ أول شغلة نحن حاولنا، من إجت فترة من الزمن اندسرت هاي الحرفة، اندسرت، حاولنا كحرفيين نطور هالحرفة هاي، نرجع نعطيها روح من جديد، ترجع تدخل بطريقة المتطورة تواكب العصر، بس بطريقة أنه نفس لما يشوفها الشخص يتذكر الماضي. صحيح. حاولنا نشتغل بخيط القطن اللي هو خيط الأساسي على موديلات مختلفة. نعم. هي اللي حملتيها هلا هي حقيبة للصبايا بتخدم، ومنها موديلها مودرن، اعطيناها الريش الشرقيه لتعطي التراث، نضل انه في رح تواصل بين الماضي والحاضر بالتراث. خلينا نحكي اكثر عن الادوات اللي بتستخدميها، هي كثير بسيطه، اصابع الايد، قلتي لنا ما بتستخدمي، ما بدك لا سناره، ما بدك ادوات صعبه. خلينا نحكي اليوم كل سيده قادره اليوم تتعلمها، تتعلم المكرميه. هي بشكل عام فن عقد ما انه بسيط، وعقد ما شغله بسيط، بس بنفس الوقت في دقه بالشغل، يعني الخيط، شدة الخيط، رخاوة الخيط بتلعب دور بالقطب جدا، يعني جدا بدها توازن لتعطي الرسمة اللي أنت عم تشتغلي عليها، لأنه هي رسم بشكل عام بخيطها القطب. لما بدها تلف بطريقة غلط ما بتعطي. السيدة اللي بتتعلمها بالأول بتلاقي صعوبة، بس تاخد الإيد بتمشي. قد ايه وقيتي عبير لحتى تعلمتي القصة؟ هلأ هي هواية عندي، أنا بالنسبة لي هي هواية، أنا مضيفة، ولكن الهواية حبيت إني استثمرها بظروف طيران. هاي كنت مضيفة بمؤسسة الطيران العربية السورية. حلو. طبعاً بتوجيه من الحرفيين، وخدموني كتير الحرفيين، بالأخص رئيس الجمعية الحرفية فؤاد عرباش، بتشكره يعني. كان واقف معي بدعم كبير إنه نحن نحيا هالتراث هذا، ابتدى ما في حدا عم يشتغل بهالتقل هاد بالخيط اللي هو أصلي، لذلك لازم نتعب عليه، لازم تتعبي عليه. كان في توجيه وفي كثير منه انه نحن لا، هذا الشغل بدنا نمشيه، بالاضافه انه نحن الحمد لله كحرفي هاي اخذت صدى كبير بكذا جهه. في عندك الاتحاد العربي للاتحاد الاقليمي، كمان من السيد حسن بادنجكي وعلي الحسني، كمان ساعدوني كثير انه يكون واجهه لمعارض لنحيي تراثنا هذا الشرقي. خلينا نحكي اليوم عن المدة الزمنية اللي بتاخذها القطعة، بتاخذيها بصنع القطعة، والألوان. كأنك أنت اليوم بتحبي الألوان هيك الهادية يعني، أو ما بتروحي للتعجيل كثير بالألوان. عم نشوف رمادي، سكري، يعني هاي شو أول شيء؟ هي دريم كاتشر، هي جالبة يعني الحظ اسمها. طبعا هي إنه لما عملتها بطريقة الهرم، ولكن ديكور يعني له هدف. دخلت الكريستال واللولو، اللولو موضع الكريستال ليعطي اللمعة للخيش، كونها هي مشغولة بخيش غير القطن، هي للطاقة للحظ. أيوة، هي جالبة الحظ أو جالبة الأحلام السعيدة. اليوم هي يعني إنه شيء من القديم، أو هو يعني جد ممكن تحمل هاي القصة هيك يعني؟
هلا هي في جيل يعني في عندنا نحن مثلا وحده للطاقه بالوان الطاقه حلوه هي اسمها دريم كاتشر هي مثل ما عم بقول لك نفس الحاله بس موديلات مختلفه عم نشتغلها كثير هدول هي هلا الشباب عم يحبوها انها خفيفه وين بتنحط هلا هي ممكن تتعلق على الباب عم ياخذوها تعليقه فوق التختون يعني عم يلاقوا الموديل غريب ابي بس حلوه يعني الالوان عن جد بتجيب الطاقه يعني هلا نحن هو الاخضر هو كلمه الوان الطاقه بحد ذاتها الالوان فرح صحيح لما بتحطي الوان متدرجه بالوان قوس قزح بتحسي انه هذه هيك في فرحه لا شعوريا بتجذبي بتحسي قصه نفسيه اليوم انه انا اليوم حامله هاي القصه او حاطتها طبعا حتى لو هي ما انا عامله اي تاثير بحياتي ولكن طالما انا عندي اعتقاد انه هي حتجيب لي حظ او حتجيب لي طاقه انها حتاثر بشكل كثير ايجابي بالقصه يعني هو الحاله النفسيه باي مجال عم تشتغلي فيه صح. او هي لما بيجيك زبون هو لحاله القطع بتشده بتقول له انا هيك برتاح لك مثلا هي صحيح بقى في شغلات بنشتغلها بدها وقت في شغلات هي بالنسبه لجواب الوقت في شيء بده وقت في شيء لا ما بده وقت هلا في المفرش اللي ماسكته هذا المفرش دانتيل خشن شغل الدانتيل تماما بس بالاصابع هذا المفرش اخذ وقت اكبر من مفرش متر قديش اخذ وقت؟ لانه الخيط رفيع اخذ نهار كامل الخيط رفيع الفتله ناعمه كثير القطبه بتاخذ وقت اكبر لذلك الوقت ما فيك تحددي القطعه قد ايه وقتها الخشن شغله غير الناعم بدك تشتغلي سترات ممكن اشتغل على طرف هاي مره ثانيه بس معك عدتك الفكره انه اي شغل نحن عم نشتغله اهم شغله انه يكون مرسوم على ورق نحن بنصمم الموديل بنحدد شو الرسمات اللي بنحددها بدنا ننقلها على اللوحه عندي جلايل مقاسة كبير مثلا بدي ارسم شو الرسمه اللي بدي نزلها على الجلايل الجلايل لما بدها تتعلق بدها تكون لوحه جداريه بدها تنحط بدها تكون لوحه تمام تكايات لوحات هي بياخذوها ديكور اكثر من انه شيء يحطوه انه عملي بس بنفس الوقت القطعه هي عمليه ليش انه القطبه معروفه مشدوده ما بتنفك شغل يدوي ست البيت تغسل ست البيت بترجع مثل ما هي راس مالها تنشط طرف القطعة مثلا بتترجع مثل ما هي تماما القطعة وبتخدم يعني بتقعد عمر دليل انه نحن بنتوارثها في قطعة متوارثية بتقولي هي من زمان من ايام ستي مثلا يا ستي وستك ايوه هي هي يعني بتلاقي في وقت انه كثير يعني لما بيشوفوها بيقولوا انه هي انت من قديم صحيح يعني هذا اللي نحن بنفرح فيه انه التراث ماشي ونحن هلا عم نواجه انه لازم نحن هذا نحييه تراث بلش يبعد عن المواجهه كمان في مواجهه مقابله من الصعوبات الاقتصاديه من غلاء المواد الاوليه اليوم انت كرمال تعملي هاي القطعه بالشيء اللي انت حاببتيه وتقدميه تسويقيا ما تظلمي حالك ولا تظلمي اليوم المستهلك في كلفه اليوم بالموضوع اليوم كيف قادره تنسقي بهي القصص شو هي اهم التحديات لك عبير ولكل حدا حرفي بهذا المجال هلا بشكل عام الأزمة الاقتصادية على البلد والحصار اللي صار مسبب التسويق ببطء فيه كتير التسويق صفي على الناس هي بدها القطع حسب إمكانيتها في قطع بتجيك تقيلة مثلا في ناس إلها في ناس مثلا الشباب عم بيشتغلون القطع الصغيرة بيحبوا هو يحتفظوا بشي من التراث ولكن للكلفة العالية مضطرين ياخذوا قطع صغيرة طبعا هي بالنسبة لنا عم تحد من نسبة التسويق ومبيع بنفس الوقت من استمرارية الحرفة طيب خلينا نحكي مثلا هيك بسؤال ختامي انه نوعية الخطن خيط القطن اليوم بتشجع اكثر اني انا مثلا اطلب جاكيت او قطعة ثياب معينة ممكن تلبس عم فتوا بهذا الخط يعني اكثر يمكن من الكروشيه بنشوف الكروشيه احيانا بيشوب او نوعيه الخيط ما بتخدم انه هو يداين معي او يستحمل كثير غسيل فبتفكروا انه تنتجوا منها قطع على حسب الطلب ملابس طبعا هلا بالنسبه للشغل هذا بينشغل كونه اسمه دانتيل خشن بس بالخيط الرفيع بسموه ميكو مكرميه الميكو مكرميه هو الخيط القطن حصرا القطن لانه بيخدم اكثر الصوف ممكن يكون مو عملي للحد اللي مثل القطن بنشتغل منه لفساتين سهره
نشتغل منه ديشرتات، نشتغل منه تنانير، ولكن بطريقة أنه بينزل مع القطع الساتان، مع قطع الدانتيل حسب الزبوني ما بده. في ناس لا طالبة وعم بعملها منهم مثلا التنورة تلبس شيء ملون تحتها بس بده الخيط القطن السوري القديم مشان تعطيها تقل القطعة اللي مو معالج. لما بتحطي القطن هاد على الألوان عم يعطي جمالية كتير بتنشغل. من السترات منا عم يشتغلوا، يعني نشتغل على حتى الإكسسوار، إكسسوار القطن أنا جايبه مسطرة نشتغل عليه جدا. الشغل هاد عم ياخدوه بيطلبوا بحجار كريمة مثلا. طبعا الحجر هو بيجيب لي الحجر النوع اللي بده إياه، أنا بشتغله عليه إن كان الإكسسوار، إن كان أحيانا ديشرتات أو بلوزة حفر أو جاكيت خفيفة بيشتغلوا، بشتغلها بالدانتيل الخشن اللي هو الخيط الناعم بين الميكو مكرمية وبين الخيط الخشن. حتى يمكن رشا شفنا أهم الماركات نزلت هيك قطع ثياب من خيوط المكرمية أو من فن المكرمية. هلأ هلأ بموديل اللي صار والموضة من 2001 بدك تقولي، فن المكرمية بلش ينزل على كل الديكورات، الأواعي، عفش، حتى أحذية، بلشوا يطلبوا هيك موديلات. بدنا نشكرك بالختام اليوم لوجودك معنا الحرفية عبير أبو حمود، ومن خلالك تعرفنا أكثر على فن المكرمية. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، وكثر يعني خيركم أنه عم نحاول أنه هالمهنة نرجع نحييها لأنه تراثنا لازم يضل. هذه مراية لسوريا أكيد. واجبنا اليوم نحن نضوي على هدول القصص ونضوي على حرفيين عندهم هذا الشغف وحب لعملهم. بدي أشكر صباحك وصباح الجمال لك على طول. شكرا. وأهلا وسهلا فيك. شكرا لألكم. أهلا وسهلا فيك. أما نحن نرمين أول شيء بدي لك شكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. وصلنا لنهاية رحلتنا الصباحية لليوم، إن شاء الله هيك قدرنا نقدم لكم الأشياء اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. لقونا بكرة 9:30 صباحا بصباحكم غير من هلأ لوقتك. كونوا بألف خير. باي باي. بقية نهار طبيعي خالي من أي مشاكل مثل ما منقول. ولكل السوريين والمكان، ودائما يكونوا بألف ألف خير. باي باي.